مرحبا بكم. عالم الحيوانات شديد التنوع، وكل حيوان يتميز عن بقية الحيوانات بطريقة ما، وذلك يشمل التكاثر أيضا. وفي هذه الحلقة ستشاهدون كيف تأتي بعض أنواع الحيوانات إلى هذا العالم. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تبدو كمجموعة من الأجنة، لكن هذه الكائنات ولدت منذ أسبوع تقريباً. فترة الحمل لدى البوسوم لا تتجاوز 25 يوماً، لا يتجاوز وزن المولود 5 جرامات. ولمدة شهرين يبقى الصغار مختبئين في جيب جلدي خاص لدى الأم، بعدها يصبحون قادرين على الحركة ويقضون بعض الوقت على ظهر الأم التي تعلمهم مهارات الحياة. الفرق الرئيسي بين الأرانب البرية والأرانب العادية هو أن الأرانب البرية تولد بدون فراء وبأعين مغلقة، كما أن الأرانب البرية لها معدل تكاثر مرتفع جداً. يمكن أن تلد أنثى الأرنب البري 10 مرات في كل سنة بفترة حمل لا تتجاوز الشهر. كما أنها قادرة على الحمل مرة أخرى بعد الولادة مباشرة، وفي كل ولادة تضع الأنثى حوالي 18 صغيراً. تستمر مرحلة الطفولة لدى الأرانب البرية لمدة 21 يوماً فقط، وبعدها تصبح قادرة على الخروج من الجحر. الباندا حيوانات لطيفة وجميلة، ومن المؤسف أنها مهددة بالانقراض، والأسباب عديدة، منها أن موسم التزاوج لدى هذه الحيوانات يستمر لبضعة أيام فقط في السنة، والسبب الآخر هو فترة الحمل التي لا تتجاوز 4 أشهر، مما يجعل الباندا حديث الولادة ضعيفاً جداً ويحتاج الكثير من الرعاية. يولد الباندا بوزن يتراوح بين 100 و200 جرام، يكون وزن الأم حينها حوالي 130 كيلوغرام. إنه أكبر فرق بين وزن الأم والمولود في عالم الحيوانات، كما أن الصغير لن يصبح قادراً على تناول الغداء بمفرده إلا بعد 6 أشهر من الولادة. المعروف أن الصراصير تضع البيوض، لكن هناك استثناء وهو صرصور مدغشقر الذي يتكاثر عن طريق الولادة. تتكاثر هذه الصراصير بأعداد هائلة، حيث تضع الأنثى 30 مولوداً في المرة الواحدة. بعد فترة حمل تستمر لحوالي 50 يوماً، يولد الصغار بلون أبيض ناصع، لكن سرعان ما يتحول لونهم إلى البني الداكن. وما يميز هذه الصراصير هو أنها ليست لديها أجنحة، كما أنها تصدر صريراً قوياً عند الشعور بالخطر. إنها مجموعة من عناكب الروتيلاء التي غادرت بيوضها للتو، وهي غير قادرة على اللظغ في مثل هذا العمر، ولذلك فمن الآمن لمسها. تضع الأنثى هذه البيوض في شرنقة مكونة من مادة لزجة، وعدد البيوض التي يتم وضعها هناك يتراوح بين 50 و200 بيضة.
تحرس الأنثى بيوضها بعد ذلك لمدة تتراوح ما بين 6 و7 أسابيع، وفي ذلك الوقت من الأفضل عدم الاقتراب منها لأنها تكون عدائية جداً، وسلوكها العدائي لا يرتبط بحماية البيض فقط، بل بكونها تعمل على تغيير قشرتها الخارجية أيضاً، حيث تغير هذه العناكب قشرتها حوالي 6 مرات خلال حياتها. إنها عملية صعبة وخلالها يكون العنكبوت عرضة للخطر. تكاثر الحلزون مثير للاهتمام، بعضها يضع عدداً هائلاً من البيوض الصغيرة، في حين تعتمد أنواع أخرى على البيوض الكبيرة. تستخدم هذه الرخاويات حيلة رائعة للتمويه، فهي تضع بعض البيوض الفارغة أيضاً لخداع المفترسين. يتم اختيار مكان وضع البيوض بعناية، لأن عدم توفر درجة حرارة ورطوبة مثاليتين يؤدي إلى تعفن البيض. حلزونات المياه العذبة المفضلة لدى مربي الحلزونات تضع بيوضاً وردية اللون يصبح لونها أسوداً قبل أن تفقس. أما الحلزون الأرضي فيضع بيوضاً كبيرة، وقشرتها هي الغذاء الأول الذي يتناوله الصغار. النعام من الطيور الضخمة، وبيوضها ضخمة أيضاً، حيث يصل وزن البيضة إلى 2 كيلوغرام. تتكاثر هذه الطيور بشكل جيد في المزارع، لكن العملية صعبة في البرية. تضع الإناث بيوضها في مكان واحد أثناء موسم التكاثر، وتشرف المجموعة على حماية ما يتراوح بين 15 و60 بيضة. تتم حماية البيض من الحيوانات المفترسة ومن أشعة الشمس أيضاً التي تؤدي لإتلافه. أما عملية الفقس فهي صعبة جداً، لأن سمك القشرة يصل إلى 0.5 سنتيمتر. يستغرق الفرخ ساعة كاملة لإحداث أول ثقب، وبعد ذلك يواصل تحطيم القشرة للخروج. ومن الجيد أن الفراخ لا تحتاج لأي رعاية، فبعد ساعات فقط من مغادرة البيضة يمكنها التجول بحثاً عن الطعام بنفسها. الخلد العاري هو حيوان أفريقي مثير للاهتمام. تقضي هذه الحيوانات حياتها في شبكة معقدة من الجحور. إنها أشبه بمتاهة تحت الأرض، حياتها شبيهة بحياة النحل، لأن الملكة في تلك المتاهة هي وحدها التي تعمل على التكاثر بمساعدة زوجين أو 3 أزواج من الذكور. أما بقية الإناث فيشاركن في أعمال أخرى مثل الحراسة وجمع الطعام ورعاية الصغار. يجب أن نذكر بأن الملكة خلال حياتها تلد المئات من الصغار. ليست كل السحالي تضع بيوضاً، هناك أنواع تتكاثر بالولادة، ومن بينها السقنقور أزرق اللسان. تعيش هذه السحلية في أستراليا، وهي تحظى بشعبية كبيرة بسبب سلوكها الهادئ ومظهرها الجميل. وكونها تضع مولوداً بدون أي صعوبة، تلد الأنثى الواحدة خلال حياتها 20 مرة. وكما ترون، فإن المولود يكون ناضجاً وقادراً على المباشرة في حياته على الفور. ما ترونه الآن هو كنغر حديث الولادة بعد فترة حمل قصيرة لا تتجاوز الشهر. يولد الصغير وهو أعمى، أصم،
وبطول بضع سنتيمترات فقط، مع أرجل خلفية غير مكتملة النمو، لأن الأرجل الأمامية بها مخالب بالفعل. وهي تساعده على الوصول إلى الكيس الجلدي في بطن الأم. هناك يقضي الصغير 8 أشهر كاملة من حياته يتغذى فيها على حليب الأم الذي يساعده على النمو بسرعة، وخلال تلك الفترة يكون جلده خالياً من الفرو. التماسيح حيوانات مفترسة لا ترحم، لكنها تبدو لطيفة جداً حين تكون صغيرة. تضع الأنثى بيضها بين أوراق الأشجار أو في حفرة آمنة قرب الماء، وفي العادة تضع ما بين 10 و100 بيضة، وبيوضها شبيهة ببيوض البط. تبدأ التماسيح الصغيرة في التطور مبكراً، ولذلك فإن الجنين يكون موجوداً داخل البيضة بالفعل عند وضعها. والمثير للاهتمام هو أن درجة حرارة الوسط الخارجي هي التي تحدد جنس النسل الجديد. أول التحديات التي يواجهها التمساح في حياته هو أن القشرة تكون شديدة الصلابة، في بعض الأحيان يعجز عن كسرها، وفي هذه الحالة يصدر صوتاً لتقوم الأم بتقديم المساعدة. وكما ذكرنا فإن التماسيح الصغيرة لطيفة جداً، ولذلك فإن تكاثر التماسيح في حديقة الحيوان يجلب الكثير من الزوار للحديقة. حتى النورس يريد مشاهدة عملية الولادة لدى الفقمة. تعيش الفقمة في ظروف قاسية في البحار الباردة، والإنجاب هناك ليس سهلاً، ولذلك فإن الفقمة لها قدرة عجيبة على توقيف نمو الجنين، وهي تفعل ذلك عندما تشعر أن الظروف من حولها غير مناسبة للولادة. يمكن أن يبقى الجنين متوقفاً عن النمو لمدة 3 أشهر كاملة، وبمجرد أن تعثر الفقمة على بيئة مناسبة للولادة فإنها تسمح لجنينها بالنمو، وبمجرد ولادته يكون صغير الفقمة قادراً على الاعتماد على نفسه كلياً. عفريت الماء هو كائن بمظهر لطيف، ويبدو دائماً مبتسماً بسبب فمه الكبير. يعتبر كثيرون عفريت الماء حيواناً منزلياً، وذلك أمر عادي، لكن قليلون يعرفون أنه ليس نوعاً خاصاً من الحيوانات. بل إنه مرحلة انتقالية لبعض البرمائيات، ومن بينها السلمندر المكسيكي. إنها مرحلة مثل مرحلة الشراغف لدى الضفادع، لكن في بعض الأحيان يبقى عفريت الماء عالقاً في تلك المرحلة ولا يتطور إلى أي كائن آخر، وذلك بسبب الظروف المحيطة به، حيث أن الهرمون المسؤول عن عملية التطور لا يعمل دون وجود تغير جذري في البيئة المحيطة بالكائن. وعند مشاهدة البيوض سترون بأن عفريت البحر كان بهذا المظهر الجميل حتى أثناء تواجده داخل البيضة. هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.